أي أم قصر وخور الزبير لزيادة عدد الأرصفة وإعادة تأهيلها بهدف زيادة كفاءتها، فضلاً عن التعاقد لإقامة 3 مشاريع جديدة في ميناء الفاو ضمن تخصيصات موازنة العام الجاري لوزارة النقل، تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة السفن البحرية وخاصة العالمية منها. نحن نسير بمسارين، المسار أم قصر وموانئ أم قصر اللي هي تخدم حجم التبادل التجاري الداخلي والفائض منها باتجاه الخارج، أما ميناء الفاو إن شاء الله بعد ما يتم تنفيذ القناة الجافة سوف يكون حلقة وصل ما بين تجارة الشرق والغرب ومعكوسة. مشاريع التوسعة الجديدة في موانئ البصرة التي تتضمن تطوير القدرات التقنية والتشغيلية أسهمت بمضاعفة حجم الواردات لخزينة الدولة العراقية بمعدل زاد عن 5 مليون دينار شهرياً، بعد أن وصلت إلى نحو 7 مليارات دينار فقط عام 2019. ساهمت التوسعات الأخيرة في ميناءي أم قصر وخور الزبير إلى تعزيز واقع الحركة التجارية وتسهيل حركة السفن. هذه التطورات تمثلت مثلاً في توسيع الأرصفة، المخازن، والأهم من كل ذلك هو زيادة أعماق المياه بما يسمح للسفن الكبيرة بالرسو بشكل آمن وسريع. هذا بحد ذاته أثر في زيادة مستوى الإيرادات المينائية من 7 مليار في العام 2019 كمعدل إلى 50 مليار دينار عراقي شهريا. وأعربت شركة القطاع الخاص البحرية العاملة في الموانئ العراقية عن طموحها بتحقيق المزيد من مشاريع التوسعة الخاصة بالأرصفة، فضلاً عن زيادة مناطق خزن البضائع إلى جانب تقليل الإجراءات الروتينية التي ما زالت تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالموانئ الأخرى في المنطقة. ويرى مختصون أن إقامة مشاريع التوسعة في موانئ البصرة وتطويرها تقنياً وتشغيلياً سيضمها للمنافسة، الأمر الذي سيجعل الموانئ العراقية ضمن اهتماماتها التجارية فضلاً عن ضمها لخطوط الملاحة العالمية. نجح العابدي، الحرة، البصرة.